وللحديث عن عملية نبع السلام التركية ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص بالشأن السوري السيد ياسر النجار. سيد ياسر، مرحبا بكم. يعني أعلنت تركيا السيطرة على كامل مدينة رأس العين، لكن اليوم هناك اشتباكات بين قوات نبع السلام والميليشيات الكردية. هل هناك تفسير لتغير الحالة القتالية للميليشيات الكردية؟ مساء الخير لك. أهلا بك سيد الكريم. يعني نعلم جميعا أن المعركة ما يعرف بنبع السلام هي معركة لديها عدة مراحل. بتصور المرحلة الأولى قاب قوسين أو أدنى أن تنتهي معركة رأس العين. نعلم أن المحورين الذي بدأ بهما القتال هو تل أبيض وانتهت، وبشكل لا يوجد الآن أي تداعيات أمنية أو حتى اختراقات. أما بالنسبة لرأس العين فبتصوري المعركة كانت أصعب بقليلا، ولكن بالمجمل كانت المعارك تسير بشكل جيد. بتصوري رأس العين لديها بعض يعني التفاصيل الخاصة، يوجد هناك الكثير من الأنفاق، يوجد من يعني الكثير من الجيوب التي يعني تم إغلاق الطريق عليها، وبالتالي لم تجد بدا إلا من أن تكون يعني قتالها حتى الرمق الأخير. ولكن بتصوري يعني لو أرادت تركيا أن تنهي المشهد بشكل أسرع لأنهته، ولكن هناك تجاذبات سياسية الآن في المشهد لمعركة نبع السلام هو الذي يشغل تركيا، وهي لا تريد أن تقدم رسائل على أنها تستطيع أن تصل إلى عمق الذي تريد، وتشكل مخاوف سواء على أمريكا أو على روسيا. سيد ياسر، هل ستعطل الميليشيات الكردية المخطط الزمني لسير العملية التي أريد لها أن تكون سريعة وخاطفة؟ يعني تصوري تنظيم البيكاكا أثبت من خلال معاركه بما يعرف معارك عفرين على أنه يعني أخذ حجما أكبر من الحجم الحقيقي. هو يستفيد كان من ما يعرف بالطيران قوات التحالف وتمشيط الأرض، وبالتالي هو يدخل يعني على أراضي خالية لا يوجد فيها أي يعني تواجد بشكل كبير. الآن نفس الأمر، وجدنا أن القوات التركية سواء في معارك ما يعرف في معارك عفرين أو الآن في معارك نبع السلام، نجد أن القوات الكردية التي يعني مختصة بقوات البيكاكا لا يوجد لديها يعني إرادة قتال حقيقية. هي تشعر أنها تقاتل في مناطق ليس بمناطقها. الكثير من عديد قواتها هم يعني مجبرين أو ملزمين بالخدمة الإلزامية التي فرضتها عليهم، وبالتالي أنا بتصوري لا يوجد حقيقة الإرادة القتالية. أنا أتكلم عن مساحة جغرافية أيضا كبيرة. بالنسبة لاستراتيجيات قوات قسد، أنها لن تقاتل وتستنزف قواها في الخطوط الأمامية. هي لديها بعض المناطق التي هي بحاجتها، التي تعود عليها من نفع أكثر، سواء مناطق النفطية أو المناطق التي تتواجد فيها الأقلية الكردية التي هي أيضا عانت منها، ولكن تستفيد منها على أساس مخطط قومي وأن الأتراك سيدخلون بعمليات إبادة. أو سيد ياسر، أعلن أمس عن زيارة نائب الرئيس الأمريكي لأنقرة، كيف تابعتم هذه الزيارة في ظل حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رفضه أي وساطة أو تفاوض مع الإرهابيين؟ يعني لدينا شقين في الحديث. الحديث الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تتعامل مع ما يعرف بمعركة نبع السلام على أساس منحة داخلي وعملية انتخابية، سواء من الأحزاب، الحزب المعارض الذي هو الحزب الديمقراطي الذي يشعر أن قرار انسحاب ترامب من الأراضي السورية قد يستغل من أجل يعني العملية الانتخابية، وفي حين أيضا ترامب يحاول أن يوصل رسائل إلى الناخبين الأمريكان على أنه يقوم يعني بالالتزام بوعوده الذي قطع على نفسه. أنا بتصوري تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية وكل هذه التجاذبات الغاية منها أو الهدف الأكبر منها هو الشأن الداخلي. آخر ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية تطورات الأحداث حقيقة على الأرض. وصول نائب الرئيس الأمريكي أيضا جزء من البروباغندا الإعلامية التي يدير يعني تدار المعركة الآن ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. أما بالنسبة لتركيا فبتصوري أيضا الرئيس أردوغان يستفيد من هذه المعركة على المنحى الداخلي بشكل كبير. هذا ما وجدناه اليوم في خطابه في البرلمان. جميع الأحزاب كانت متعاطفة ومتفاعلة ومؤيدة للعملية العسكرية. إذا استطاع طيب أردوغان أن يتجاوز ما يعرف بالتجاذبات الداخلية أو عملية الفتن في الداخل، بل على العكس أصبحت المعركة الآن ما بين تركيا وأعداء تركيا، وخصوصا ما يعرف بتنظيم البيكاكا، وهذه يعتبر فائدة حققها
رجب طيب أردوغان، وبالتالي لم يعد يهمه الكثير من الضغوطات التي يروج على أنها قد تمارس عليه. أيضا بالنسبة لتصوري تركيا استطاعت أن تقدم الآن بعض النتائج الإيجابية على مسرع العمليات، عندما قالت انها يعني استطاعت ان تهزم تنظيم البيكاكا الذي كان هو يعني مشكله حقيقيه للشارع التركي، واستطاعت ان تدحره لمساحات. بتصوري تركيا تسير على المسار الداخلي بشكل جيد، وعلى المسار الخارجي هناك تجاذبات وتفاهمات بينها وبين الولايات المتحده الامريكيه وما بين روسيا ستظهر في القارب يعني في الايام القادمه. عبر سكايب من اسطنبول المتخصص بالشان السوري ياسر النجار، شكرا جزيلا لكم.